الماتش هيبقى البدايه، وبعدها هيبقى كل الصحفيين والمذيعين والاعلاميين اللي غير راضيين عنهم الاخوان. ما حدث بالامس والمقدم بيقول لنا ان الاخوان ناويين على الشر الاعلام. انا شايف انه اللي بيحصل سواء النهارده هنا او في المقدم هي رساله ضياء رشوان، ضياء النقيب اليساري صاحب التوجه المعارض للاخوان. احنا دي رساله ليه او بيذبحوا له القطه زي ما بيقولوا. احنا النهارده شايفين ان هم عايزين يذبحوا لنا القطه، عايزين يسكنوا تبويع وكاشه قبل منه اعلاميين كتير جدا، القضايا اللي بتفتح كل شويه. اللي بيحصل ده دلوقتي بيقول لنا ان الاخوان شغالين في خطه التمكين والهيمنه، هم شغالين على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي. يعني على المستوى الداخلي بيكمموا اصوات الاعلاميين والصحفيين، على المستوى الخارجي هناك اتفاق بين الاخوان وبين الحكامات الاسرائيليين لهدم جزء من مسجد الاقصى وبناء هيكل سليمان المسعود. الكلام ده كل الحكامات الاسرائيليين اعلنوا بشكل واضح انه كافه النبوءات تمت، المعدات والحجاره بتاعت الهيكل كلها موجوده في امريكا في مكان مؤمن كويس جدا. الاخوان ما جوش بالصدفه، التزوير اللي حصل في الانتخابات، تكميم الافواه، محاوله اقصاء كل اصحاب الراي والرؤى المعارضين للاخوان، دي رساله بطلبات من الاداره الامريكيه، بطلبات من الكيان الصهيوني لتحقيق الحلم بتاعهم. امريكا بتسعى للسيطره على المنطقه، امريكا بتحاول انها تخلي ولاد السمع والطاعه مسؤولين عن منطقه الشرق الاوسط، في مقابل انها تروح الصين وروسيا والدول الثانيه تروح تحاول تسيطر عليها. احنا هنا مش هنسكت، وبنطالب الدول المجلس الخليج العربي، دول مجلس الخليج العربي بطرد قطر من عضويتها. قطر دي دوله متآمره، قطر دي هي اللي بتصرف على جماعه الاخوان، قطر دي اللي بتساعد كل المشاريع الصهيونيه وامريكيه، قطر دي اللي بتحاول ضرب الامارات دلوقتي، قطر اللي شغاله طول الوقت على المنطقه كلها بالكامل. انا ازعم ان قطر هي الصراعي الامريكي الصهيوني في المنطقه. كل ما يحدث من فوضى ومن بلبله ومن تحركات مريبه هي بإعاز من الموساد الاسرائيلي من خلال ايدهم قطر ومن خلال الجماعه التي تبيع نفسها للشيطان. احنا ما عندناش جماعه اسمها جماعه الاخوان، لا يوجد في القانون. الجماعه حلت وتم حلها بالكامل. ازاي يبقى في المقطم مكتب ارشاد مرج لجماعه الاخوان؟ انا عايز افهم ده معناه ايه؟ ازاي طول الوقت ده موجود؟ المصريين والشعب المصري عليهم بمقاومه كل التخريبين في البلد. الشعب المصري مش هيسكت، الشعب المصري ليه رؤيه، الشعب المصري ليه كلمه. النهارده هيحبسوا توقيع عكاشه، امبارح شالوا ياسر رزق بالاخبار، بكره هيشيلوا هيشيلوا هيشيلوا، وهكذا تتوالى صفعات الاخوان. كمال عبد الرحيم واللي عمله وغيرهم من الصحفيين. احنا واقفين مش هنسكت، كل الشعب معانا، الشعبيين، كل المصريين مع الجيش المصري. احنا بندعو الفريق عبد الفتاح السيسي انه يقبل التوكيلات اللي احنا عاملينها، وان الجيش يعود لاداره شؤون البلاد. والجيش والشعب ايد واحده، الجيش والشعب ايد واحده، الجيش والشعب ايد واحده، الجيش والشعب ايد واحده. يلا يا سيسي على الاتحاديه، يلا يا سيسي على الاتحاديه، يلا يا سيسي على الاتحاديه، يلا يا سيسي على الاتحاديه. هات لنا مرسي بالجلابيه، هات لنا مرسي بالجلابيه، يلا يا سيسي على الاتحاديه، يلا يا سيسي على الاتحاديه. هات لنا مرسي بالجلابيه، هات لنا مرسي بالجلابيه، يلا يا جيشنا على الاتحاديه.
المديح.